في مساء 29 من الشهر الماضي تم حجز نحو 5000 تذكرة للأول من شهر مايو، وفي الساعة 8:30 صباح يوم الجمعة استقبل متحف القصر الإمبراطوري في العاصمة الصينية بكين الدفعة الأولى من الزوار بعد إعادة الفتح، حيث فرضت السلطات عليهم إظهار معلومات صحية خاصة على تطبيق على الهاتف المحمول. وبعد التحقق يمكن للزائر أن يدخل المتحف باستخدام بطاقة الهوية الخاصة به، ولا توفر حاليا خدمات الترجمة البشرية، ولكن يمكن استئجار مترجم إلكتروني واستعارة الكراسي المتحركة وعربات الأطفال مجانا مع خضوع المرافق للتطهير الصحي وفق المعايير. كما يتم إغلاق جميع قاعات العرض في الغرف مؤقتا أثناء فترة الوباء. وفي الوقت نفسه يؤكد القائمون على المتحف ضرورة تهيئة الزائرين لبطاقات الهوية الخاصة بهم وإظهار معلومات صحية وارتداء الكمامات.